اخويا راسك شنو وقع لك؟ معاك سنة عمار، مشيت السعودية على طريق واحد السيدة الله يعمرها دار، شافت القيسي قالت لي انت اللي بغيتي تخدمي على راسك غنصيفطك السعودية. هذيك الله عمرها دار معمر خيرها ما ننساه، ولكن انا باش تشيت عند الكافي الاول خدا مني التليفون كيف قلتي، مسح لي كاع نوامر، مسح لي موقع، عديتي شي نمرة. جلست دابا انت منين جيتي من المطار لهنا؟ جيت من المطار لهنا هربانه. جي هربانه؟ هربانه هربانه من الكافيل ومن العنف اللي كان يعنفوني. كيفاش كانوا يعنفوني؟ كان شنو هو العنف اللي كانوا كيعنفوني؟ العنف اللي كان يعنفوني، الاحتقال، وما كانش يخليوك تنعسي، وما كنتيش تاكلي مزيان الماكله، الماكله ما كيخلوكش تاكل على خاطرك، حتى الا مشيتي للحمام كيبقاو يعيطوا عليك. يعني محايدين لي الباسبور، محايدين لي كلشي. هذا الباسبور جبتو لي غير السفاره المغربيه، هذا الباسبور انا كنشكر السفاره المغربيه، ماشي امعي واقفه مع كلشي. هي اللي كيوقع للشابات المغربيه في السعوديه؟ الشابات المغربيات كيوقع لهم العنف، كيسدوا عليهم بحال في الحبس، يعني الحبس، الحبس صافي يعرفوا غير الحبس وربي. شكون كيسد عليهم؟ الكافيل كيقول. الكافيل شنو هو الكافيل؟ يعني راجل اللي خدام عنده، راجل اللي خدام عنده. كتباعي من الكافيل؟ دابا محبسين عامله من الجزائريه كتباعي من الكافيل، الكافيل 5 مليون 20000 ريال السعوديه، يعني محبسين عامله من الجزائريه حدك تي عندهم الهين كتخرجي من الفيزا ساهله، وكتبيعي كيبيعوك من الكافيل الكافيل. كيفاش كتباعي؟ من الكافيل الكافيل، قلت جلست 3 شهور 5 شهور وكيبيعوك لواحد اخر ثاني. شحال باش كيبيعوك؟ 5 مليون المغربيه. كيتاجروا في المغربيه؟ كيتاجروا في المغربيه بزاف تما. انت تباعيتي شحال من مره؟ بعت جوج مرات وكنت غنبيع ثاني مره 5 مليون. تباعيتي المره؟ انت قولها لي اختي كيفاش؟ تبعت مرة الاولى ومرة الثانيه والثالثه منا غنتباع وننهرب. شحال باش باعوا؟ 5 مليون مغربيه. شحال كتخلصي في الشهر؟ 70000. هذيك 5 مليون واش كتاخذي منها انت شي حاجه؟ ما كناخذ منها حتى شي حاجه. شكون كياخذ 5 مليون؟ هو الكافيل كان محايد لي الباسبور، محايد لي كلشي، باش ني كنهضر على حقي كيقول لي جيتي هنا شغاله بس حتى حد ما يجيب خبارك. هما كينعسوش في الليل، ما كاينش راحه معاهم. انا لحد الان انا راه منضرب من الجول ديال البرد، راه رجعت فيا الروح. انا دابا مصدومه، كيفاش انا في المغرب؟ كيفاش انا الحنان في المغرب؟ هما بزاف ديال الدريات خليت واقع لهم المشاكل. هربانه دابا؟ هربانه من السعوديه. انا هربت الباسبور جابت لي غير السفاره، غير السفاره هي اللي جابت لي الباسبور، هما اللي مخلصين لي الطياره، هما اللي عطاوني شي بركه باش غناخذ لي شي حويجات باش غنحيد عليا هاد الحاله. فين هما حويجاتك؟ كلشي بقى عند الكافيل. الباسبور نكر، قال ما عنديش الباسبور. عشت اختي في ديك الفيلا؟ عاودي لي بعدا كيفاش مشيتي لديك الفيلا؟ عشت اخويا الرعب، الرعب الرعب الرعب، بحال في الحبس، ما كتشوفي غير ربي والحيوطه. كانوا سادين عليا. هما تعرفتي شي واحد؟ ماشي انا، كاع المغربيات مسدود عليا، ما حد دريه في مدينه منوره كتشكى لي. قلت لها هربي، قالت لي ما نقدرش، قالت لي هربت غيتهموني بشي حاجه، خايفه هذه خوافه. شنو كيدوزوا على دوك الناس في الفيلا؟ عاودي لي الناس اللي كيصحاب ليهم، عاودي لي شنو كيدوزوا عليكم في ديك الفيلا؟ كيدوزوا عليا العنف، كيعايروني، وكيبقى لي ما الضرب ما يضربونيش. ومن بعد انا رفعت عليها صوتي، قالت لي معاها هي قليله الادب كترفع عليا صوتي، قلت لها انا رفع لك صوتي، تما ما كتخرجوني ما كتدخلوني وكلشي ساكته لي. قالت لي هنا عامله من الجزائريه ممنوع تخرج، وقالت لي العامله من الجزائريه ممنوع تخرج، ما عندناش هنا عامله من الجزائريه تخرج. من قالت لي دابا تشوفي غدا اش غيصرى لك، منا غنهرب انا. شنو اللي كنتي خدامه عندك اللي راه السعوديه؟ لاباس عليهم؟ لاباس عليهم. معيشين العذاب الكحل. النظافه، الميناج، كل شيء. شنو هو كل شيء؟ الميناج نظافه، وكتساعدها في الطبخ. فين كنتي كتنعسي اختي؟ كتنعسنا في الحمام. كيفاش؟ في الحمام. كيفاش؟ في الحمام. كتنعسي في الحمام؟ انت واش كتهضري معايا؟ كنهضر اخويا. اقسم بالله العظيم ربي كعبتها كتنعس الحمام. كدير هاد الناس؟ ديري لك السداري هنا الحمام كالموطور هاك. في الطواليط؟ في الطواليط. ما طيقتينيش.
اقسم بالله العظيم وبغيت لي مصيبه اكثر من هذه الحاله. لا انا جايه في الحمام. في الحمام شو كتوصلي؟ كنت وصل مخده وداري لي سداري ديال الحديد طواليط. في الطواليط قسم بالله اللي منكذب عليك. في الطواليط في الطواليط هذيك نهار صاحبتي كتنهضر مع ابي الفيديو وقالت لي الطواليط عاد راسك. شكون كيستعمل هذاك الطواليط؟ الشيطان كيكونوا فيها غير الشواطن. واش كيدخلوا لها هما ديك الطواليط؟ لا غير الايا. وعلاش مخليين تسمى باش ما تستعمليش الطواليط ديالك؟ منعسينك في الطواليط؟ خويا كتنعسي في الطواليط؟ خويا. متأكده؟ متأكده خويا متأكده. غير انا مسحت كل شيء خبطت من العاد يتابعوني على شي تصاور كل شيء كنت غنتصوره. وين كيجيك الناس؟ كيفاش كتحس؟ كنحس في الاحتقان وكنبدا نحلم وكنخاف وما كنعش. كنحلم في شي واحد جاي يقاجن وانا كنفيق. قلت الرأي قول لي رأي تجي وندير لك رؤية وكنلقى لحمي كله ازرق. راسك عند راسي بحال النخل هذا كاين ولكن صد راسي هكا. هما هكاك هما كاع عايشين معايا كلشي كلشي عملت منزلية كيديروا لهم هذا الحال. عاودت لحد البنت قالت لي هذوك هما اللي كيديروا العاملات المنزلية. ولكن المصري ولد الحرام هو اول سبب في كل شيء. هذا مصري